السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وبالف خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم المقروط التقليدي ديالنا. كيجي زوين بزاف وهشيش وكيجي بنين رائع. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع المقادير. عندي هنايا 4 ديال الزلايف ديال السميده الموين اللي كنديروا بها الحرشه، 4 ديال الزلايف عامرين، غادي نضيف عليهم معلقة كبيرة ديال السنيدة ومعلقة كبيرة عامرة ديال القرفة وشوية ديال الملح. غادي نخلط هاد النواشف مزيان مع بعضياتهم. اللي عندها الكبابه دير واحد نص معلقه ديال الكبابه، انا ما عنديش، ما درتهاش، درت غير القرفه. من بعد ما خلطت النواشف غادي نضيف، عندي زلافه مخلطه ما بين زبده مذوبه والزيت. هنا الزبده درت انا الزبده حيوانيه، زبده سنترال، ذوبتها مزيان حتى نشف منها الماء، وزدت عليها نص زلافه ديال الزيت النباتيه. صافي، غادي نبسس هاد السميده مزيان، غادي نبسسها كما كتشوفوا هنايا، كما كنفتلوا الطعام بسها مزيان حتى ديك السميده تشرب لي كامله هذاك الليدان. صافي، وغادي نخلي هذا الخليط ديالي يبات ليله كامله، يبات ليله كامله هكا في الزبده ديالو حتى الغدا عاد غادي نخدمه. هنا من بعد ما فات ليله كامله جبت هنايا السميده ديالي. عندي هنايا ماء زهر مخلط مع الماء وشويه ديال الملون الغذائي، وعندي التمر اللي فورته وعجنته مع شويه ديال الزبده، شويه ديال القرفه، شويه ديال الزنجلان. هنا غادي نبداو نجمعوا العجين ديالنا، ولكن ما غاديش نجمعوه مره واحده لان انتما كتعرفوا بلي السميده دغيا كتشرب الماء. هنا غادي نجيبو غير كميه صغيره وغادي نضيفوا لها الماء ونجمعوها. صافي، وغادي نحطوها فوق سطح العمل وغادي نصاوبو منها واحد الحربول طويل، وغادي نضغطو عليه في الوسط، ندير واحد بحال الحفرة في الوسط باش نحطو في وسط هاد التمر. صافي، وغادي نجمعو العجينة ديالنا، غادي نحاولو نقرصو هاديك البلاصة اللي بلعناها ديال العجينة باش ما تحلناش
في المقلة صافي، وغادي نحربلوها كما كتشوفوا. الا تحلت لنا ولا غادي نتسعفوا معاها حتى تجمع، يعني غير شويه بشويه حتى تجمع لنا. الطريقه كامله راها موضحه في الفيديو، يعني تبعوا المراحل كامله راها واضحه. اللي بغات تستعمل هذا المرشم تستعمله، انا غادي نفضل نقطع غير بالموس لان هذا المرشم خرج لي الحبات كبار، وانا كيعجبني المقروط يكونوا الحبات صغيورين. غادي نقطع غير بالموس باش نتحكم في الحجم اللي بغيت. صافي غادي نحاولوا نقادو الحبه ديالنا هكا، وغادي نجيبوا الموس وندير واحد الشريطات على الوجه للتزيين فقط. غادي نستفهم في واحد اللاطه ونخليهم ينشفوا حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي، عاد غادي نبدا نقلي. هنا غادي نجرب معكم هذا المرشم هذا، وغادي تشوفوا الحبه قداش غادي تخرج. الحبة خرجت كبيرة بزاف، يعني كل واحد الذوق ديالو. كاين اللي غادي يبغي المقروط كبير يستعمل المرشم حسن. غادي نضيف الكمية الثانية بنفس الطريقة. صافي من بعد ما كملت كاع الكميه اللي عندي هنايا، انا كنت ديجا قليت فيها الزيت، قليت المقله الاولى وطفات عليها، عاد رجعتها تسخن. الزيت خصها ضروري تكون سخونه مزيان. صافي وغادي نبدي نحط الحبات ديال المقروط. ملي كنرميوهم في الزيت ما نخربوش كاع فيهم، ما نحركوهم حتى شي حاجه حتى يطيبوا راسهم ويطلعوا. هنا انا موجده العسل اللي غادي نطفي فيها المقروط. العسل انا ديجا صاوبته معاكم، غادي نحط لكم الرابط ديال الفيديو ديال الطريقه ديال العسل في صندوق الوصف. صافي ها هما تحمروا، غادي نحطهم مباشره في العسل. المقروط كيبغي العسل مزيان، يعني شحال ما خليناه في وسط العسل كيكون افضل.
غادي نضيف كمية تانية وهذا هو الشكل النهائي ديال المقروط ديالنا. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنساوش تخليو لي لايك وشي كومونتير زين، والى اللقاء مع فيديو اخر.